خير. قديس الطرب او وديع او الاستاذ وديع او الدكتور وديع، شو بدي احكي عن المعجزه وديع الصافي؟ انا وصغير تاثرت بصوته، ببساطته، بجمال روحه، بعطائه، بحبه للبنان وللارض وللفلاح. قدر يوصل كرم اللبناني من خلال غنيته للضيف مفتوحه منازلنا. قدر يوصل حبه للبنان ولكل شقفه من ارضه من خلال غنية جايين يا أرز الجبل جايين. قدر يوصل حبه للتراث العميق المصري من خلال غنية على الله تعود، اللي كانت من أعمال الفنان الكبير الراحل فريد الأطرش، وكتير وكتير من الأعمال الناجحة والخالدة اللي صارت درس بمعاهد وجامعات الموسيقى العربية. وديع الصافي أستاذة وأستاذ الغنية، أنا بحبه ورح ضل حبه، بس كنت بتمنى قبل ما يروح يسمع مني هالموال. هيهات يا ابو الزلوف، عيني يا مولاي، الشمس طول النهار طالعة بعيني، اوف الصخر عم بيشتكي من ساعد الأخضر، وللأرض قال ضحكي وللموسم الأخضر، المعول بزندي بكي وبيشهد البيدر، بتصير تحكي حكي المنجل بإيداي، اوف 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 اوف. شغل الحصاد الندى والزرع مش تقلي، ما بريد قبلي حدا يوصل على الحقلي، وبكير راح اخدها عالبيدر النقلي، وتبقي خديلي غدا ولا تطول عليا. Thank you. ميرسي مروان. مروان اليوم صوته مرتاح، عم بيغني حلو، مبين انه محضر ومركز. انا عندي شغله واحدة اقول اياها، هي انه نوتاته العاليين بدي اياهم ياخذوا شويه تجويف وعرض شوي اكثر، يعني النوتات عم بصيبهم، منه عم بشد، بس النوت العاليه منها 100% فاتحه ومرتاحه، صرت وقت عم تكون فاتحه بقرب حليه او عربه، عم بحس انه النوت العاليه عم تكون كثير رفيعه، سو بدي منه يعرض شوي الارمونيك تبع الصوت بالنوتات العاليين، وهذا الشيء بيتاخذ من الشغل، يعني هو عنده صوت صدر مرتاح وعم بيرن، هول الارمونيك لازم يتاخذوا من الصوت العريض ينقلوا على الصوت الارفع كل مدى الصوت، اول شيء تيفتح بعد صوته بالعالي اكثر، يفتح مدى الصوت بالرجستر العالي، وثاني شيء تيعرضوا النوتات بذات الوقت بده يخلي اكيد البوزيشن تبع الصوت بالماسك ومشقوله ما تقشط على الزلعيم، بس انا برايي هو اللي لازم يعرضوا، بيعطوه مدى احلى ورياحه اكثر وليونه اكثر بالعالي. مروان عم بيعطينا ربع صوت مش صوت. مروان ما تبلش هيهات مسكر تمه هالقد، طيب اذا تحت معرض كيف بده يكمل طريقه للطلوع؟ بضل صوته مسكر قد ايه بحكي بالصف؟ قد بفسر له، بس كون اكثر واحد بياخذ وقته معي بالفوكاليز اكثر من الباقيين، انه يفتح صوته بعد لهلا ما بيفتح صوته، صوت جميل جدا جدا جدا، واكثر واحد في مدى بالصوت هو مروان، يعني ممنوع بقى مروان يضل واقف محله، لازم بقى خلص، لازم بقى يفتح ويعرض، بيصير بحاله الخطر. حلو اللي قالوا عن وديع،
حبيب قلبنا كلنا وأستاذنا كلنا. حلو قديش هيك بحبه هو وقديه مأثر فيه وعطى هيك كم مثل بالأغاني. يعني واضح إنه مروان عطول كل ما شوف هالشاب عم يحكي أو عم بغني أنا بقول بقلبي في أحسن بكتير. معلوم. حتى بالحكي حتى بالغنى هالشاب موهوب كتير، صوته حلو، غنى كتير حلو، صوت حلو كتير. برأيي أنا ما بفهم يعني أنت زعلانة لأن بتعرفي مثل هايدي بتعرفي شو ممكن بعد يعطي تطفي. رغم أنه اللي عم يعطينا إياه كتير حلو. كتير هيك في أستاذة يعني بتحب حس واحد أنه بيعرف يغني. طبعا بضل حس أنا أنه شوي بزيدة بالعرب يعني بحب يفرجينا أنه هو بيعرف. كل واحد هيك يعني كل واحد إذا بيعرف بحب يفرجيه. بكرة بيضبط حاله أكتر شوي بس يصير بروفيسيونال أكتر. مرور حلو وما بقدر أقول إلنا أنه إذا الأساتذة عم بيقولوا أنه لازم يشتغل أكتر يعني لازم يشتغل أكتر. واضح أنه مروان مجهز منيح شو بده يقول وكيف منقى التترات تبع الأغاني. كل غنية عن شو بتحكي يعني لمين كانت مطروحة، كيف وديع الصافي قدر جمع الأذواق وجمع اللبنانية وانتشاره للعالم العربي ككل. يعني واضح انه كاتب كل كلمة ومجهزة وحافظة. غنى كتير حلو. انا يعني كمان شهدتي مجروحة انه مروان عن جد واحد بيفهم او ما بيفهم الصوت بس ما بيقدر ما يقول انه عنده صوت رائع يعني وعنده كاباسيتي يعني عنده قدرات صوتية واضحة. بس شغلتين كنت تمنيت عن جد ولازم اشتغل عليهم وعم بحاول انا بالتحديد مع مروان اشتغل عليه بهالاشياء. يا ريت ما حسيته عم بيسمع درسه بالنسبة اللي عم بيقوله. يعني حسيت مثل تلميذ فات حافظ اللي بده يقول على وديع صافي وقالن. عند غير طلاب مثلا حبيت الطبيعية البساطة. لو مجهزين الكلام ما حسسوني انه مجهزينه بهالطريقة هالقد مدروسة. يعني الشغل اللي بدي اعلمها لمروان وعن جد هو هالصبي بالذات بيوحي للتمارين بالصف. يعني جيب نص خلينا نعرف نحكي بطريقة طبيعية مش نسمعه. وكمان الشغلة التانية اللي بتزعجني بغني بطريقة رائعة بس ياريت كمان ما يحسسني انه عم بيعرض عضلات. يعني ياريت يكون فيها السلاسة بالغنى مثل ما مفروض يكتسبها بطريقة الحكي. يعني ما مفروض انا حس عم بسمع درسه ولا حس مفروض حس انه هو عم بيعرض عضلات بالغنى عدا هالشغلتين يلي بدو ينشغل عليهم لأنه نحن اليوم بعدنا بالنص الطريق. يعني ما خلص ما في ولا تلميذ كامل فظيع. مروان لازم يبسط أدائه التعبير الإحساس الكلام لازم يبسطه تيكون أكسسيب ليقدر يدقر ويوصل لكل العالم. أنا بالديسكور أو اللي حكي أول شيء مروان حبيت شغلي ذكرها وكتير مهمة هي أنه وصل غناء وديع الصف أنه يتدرس بالمعاهد والجامعات. هيدا شغلة مهمة أنه قديه هالفن الحلو صار خالد لدرجة أنه نحن منتعلم ومندرسه بالجامعات ومنعلمه. كما أنه حبيت كتير وقت قال أنه كنت بحب يسمع مني هالموال قبل ما يموت. يعني هيك مؤثرة بمعنى أنه عن جد أوقات الواحد قد ما بيتأثر بشخصية فنية بيتمنى يا ريت تسمعه او بتشوفه او بتحس فيه قد هي بتحبه قد هي متاثره فيه. لمروان عنده ايه مشكله انا برايي قال هو وديع الصافي استاذي. انا بتمنى وديع الصافي يكون استاذ مروان بمعرفه اختيار مكان وضع العرب لانه وديع الصافي كان ملك فيهم هود القصص انه يعرف قد هو صوت متمكن رائع بيقدر يعمل اصعب عرب بس كان يعرف وين يقوله ويسحب سحب من الناس. ان شاء الله وديع الصافي يكون استاذ مروان بهذا الموضوع لانه هو كتير بحاجه لهيدا الشيء. عنده صوت كتير حلو، عنده ريجستر كتير واسع، بيقدر يغني الواطي بيقدر يغني العالي بشكل كتير حلو ونظيف، ولكن عنده مشكله واحده
انه هالقد فايت فيها وعيشها تقنيا، يفرجينا قد هو بيعرف يعرب لدرجه هالشي بلش يغطي شوي على احساسه وعفويته مثل ما كلكم لاحظتوا. يعني لو ما انت استاذه، انت مش استاذه غنى بس تقدر تشوف هيدا الشيء، يمكن هيدا الشيء الغلط انه نحسس الاخر انه نحن جايين نعرض حالنا. هيدا بتصير مع كل الناس يلي بيكونوا مبلشين بالمشوار الغنائي الجديد، بيبقوا عندهم إمكانية ومش عارفين وين بدهم يحطوها، بدهم يفرجوا الكل قد ايه عندهم. شغلة بيمرق فيها كل إنسان، بس مهم ما تسيطر عليه وتغلبه وتكفي معه، لأن احنا هون حده تنساعده ونقول له وين لازم يعرب وين لا، وين لازم يكون في إحساس وين لازم يكون في تقنية أكتر، وإن شاء الله يقدر يكتشفها ويطلع من هالحالة اللي هو فيها، لأن احنا عن جد منعرف ومصدقين أنه هو صوت حلو وعنده إمكانيات كتير حلوة.